بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي، أصحاب السماحة، أصحاب السيادة، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحضور الكريم، نلتقي اليوم في مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في مدينة فيينا الراقية والجميلة والمنظمة، والتي تعكس النهضة الأوروبية الحديثة في العلم والعمل والإنتاج والثقافة والتعاون، والتي تقدم نموذجاً إنسانياً رفيعاً للتعاون بين الدول والشعوب بعيداً عن النزاعات الدينية والقومية، والتي دمرت أوروبا مرتين خلال القرن العشرين، وكانت أفظعها وأشدها هولاً ودماراً وقتلاً وتشريداً الحرب العالمية الثانية. يومها كانت الأهوال لا تحتاج إلى ثورة الاتصال الحديثة التي نعيشها اليوم، والتي تنقل الحدث لحظة وقوعه، لأن الحرب العالمية الثانية لم تترك بيتاً أو أسرة أو مدينة أو قرية أو فرداً إلا وأصابته بالآلام والمآسي والجراح. وليس المقصود إعادة التذكير بتلك الحرب وويلاتها، إنما ما أريد أن أقوله هو أن العالم في العام 1945 اجتمع ليؤسس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ليكونا إرادة دولية إنسانية لمنع تكرار تلك الحروب المدمرة للإنسان والعمران، وكانت أولى مهامها حفظ الأمن والسلام، إذ دعت إلى مؤتمر من 1 إلى 16 نوفمبر في لندن لإنشاء منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتعليم اليونسكو. وفي مثل هذه الأيام تدخل هذه المنظمة عامها 70، والتي أتشرف بكوني سفيرة لليونسكو للإرادة الطيبة، والتي جاء في ديباجتها التأسيسية أن الحروب تقع أولاً في عقول البشر، وفي عقول البشر تبنى حصون السلام، أي أننا في الثقافة والتعليم فقط نستطيع أن نمنع الحروب، وبالثقافة والتعليم فقط نستطيع أن نخرج البشرية من الحروب. وللمصادفة أيضاً تزامن نشوء جامعة الدول العربية أيضاً في العام 1945 مع الأمم المتحدة واليونسكو، وأيضاً في شهر نوفمبر من العام 1945 أبرمت المعاهدة الثقافية العربية لتؤسس لإرادة ثقافية تربوية، ثم كان في العام 1964 ميثاق الوحدة الثقافية العربية، والذي انبثقت عنه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، والتي جاءت تقول أنه بالتربية والثقافة فقط نستطيع أن ننهض بمجتمعاتنا وأن نحارب الجهل والتطرف ومشتقاتهما. ولم تتأخر منظمة التعاون الإسلامي حالياً، والتي كانت سابقاً منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تأسست في الرباط على أثر حريق المسجد الأقصى في العام 1969، عن أن تتخذ قراراً في العام 1979 بتأسيس المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الأسيسكو، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 1981. أردنا من هذا العرض أن نقول بأن تلك الإرادة الدولية والعربية والإسلامية وخلال العقود الماضية لم تستطع أن تحول دون النزاعات وتجديدها، وبأشكال مختلفة وبتقابلات متنوعة، كان أخطرها ما استجد مع بداية الألفية الثالثة وبدء الحديث عن صراع الأديان والثقافات واستخدام العنف المفرط فيها، مما بات يهدد الوحدة الاجتماعية والإنسانية في كل مكان. وطالت شظايا هذا الصراع بعنفه وتطرفه الدول العظمى والدول الصغرى والمجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة. فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإنشاء هذا المركز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وكانت رؤية مستقبلية نجد أنفسنا اليوم بأمس الحاجة إلى وظيفتها وأهدافها على أساس
الأسباب المكونة لها بعد أن تعاظم استخدام الدين والتطرف في تقويض الاستقرار والأمن والسلم العربي. وهذا يجعل من حضورنا الآن مسؤولية كبيرة، لأنه بنجاحنا ورجاحتنا فقط نستطيع أن نحد من هذه الموجات المتطرفة الفتاكة والمهددة للوحدة الاجتماعية وللكيانات والتجارب الوطنية والثقافية والإنسانية، وأن نحسن استثمار تجمع هذه العقول النيرة والإرادات الطيبة التي تجتمع في هذا المركز وفي هذا الظرف التاريخي لنواجه متحدين العنف باسم الدين. إن الذي يشجع على الحضور والتفكير وتبادل الخبرات في هذا المؤتمر هو تحديد الموضوع، وهو دعم التنوع الديني والثقافي في سوريا والعراق، والمعروف أن الأسباب الموجبة لتداعيات الأحداث في سوريا والعراق كثيرة، وعلى مدى عقود طويلة من القمع والاستبداد والحد من الحريات الدينية والثقافية. ولسنا هنا لمعالجة تلك الأسباب وما نتج عن الصراع من تداعيات ومآسي للجماعات الدينية والثقافية من تهجير ومجازر وإقصاء. ولن يكون الكلام أبلغ مما تنقله كاميرات التلفزة من الميدان مباشرة داخل سوريا والعراق، مضافاً إليها مأساة المجتمعات السورية والعراقية التي تعيش حالاً من التهجير في الدول المجاورة دون خطة استراتيجية لحماية المهجرين واللاجئين تربوياً وثقافياً، إذ يعيشون حالاً من البؤس الشديد وعدم الرعاية، مما قد يؤسس لانفجارات اجتماعية في الدول المستضيفة، ولم يلاقي هؤلاء المهجرين الرعاية على المستوى التربوي والثقافي، لأننا نتعامل جميعاً مع هذا الوجود بما هو طارئ وآني، في حين أن منظمة الأونروا الخاصة بالإخوة اللاجئين الفلسطينيين كانت تجربتها في المدارس التعليمية هي الأميز، واستطاعت أن تؤمن تعليماً مقبولاً للإخوة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات. في مقاربتنا للموضوع السوري العراقي، لا نستطيع أن نعزله عن التحالف الإقليمي الدولي بمواجهة التطرف في سوريا والعراق، والتي قد تصل أكلافه إلى مئات المليارات من الدولارات، تضاف إلى مئات المليارات من الدولارات أيضاً لحجم الدمار وإعادة الإعمار في سوريا والعراق. إنني أستحضر هنا تجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 1979، عندما عاد إلى لبنان لمواجهة تداعيات الحرب والانقسام، حيث كان وضع التعليم يشبه وضعه في سوريا والعراق الآن، والانقسامات الدينية والعنف الطائفي يشبه إلى حد بعيد ما نشهده في سوريا والعراق، واعتبر أن بعث الأمل وإعادة بناء الوحدة الوطنية والنهوض في لبنان لا يمكن أن يكون إلا من خلال التعليم الجيد، مما يفتح أمام الأجيال البائسة والمسلحة أفق العيش الكريم في لبنان وفي أي مكان من العالم بعد تلقيها العلوم الحديثة، بعد أن انهارت منظومة التعليم في لبنان في القطاعين العام والخاص. كانت تجربة مؤسسة الحريري، إذ بلغ عدد المبعوثين للتعليم عشرات الآلاف، قصروا عمر الحرب عشرات السنوات، وأعادوا الأمل في عودة لبنان إلى طبيعته كواحة للعيش الواحد بين أتباع الديانات والثقافات، وفضاءً للحرية والإبداع. وقد بلغت كلفة التجربة التعليمية الإنقاذية للرئيس الحريري ما يقارب ملياري دولار، إذ تجاوز عدد المبعوثين 50,000 طالب، مناصفةً بين الفتيات والشباب. ولو أن هؤلاء اكتفوا بتعليم أولادهم تعليماً جيداً، تكون الحصيلة 200,000 خريج من الجامعات العريقة في لبنان والعالم، واستطاع هؤلاء التفاعل مع المجتمعات التي أرسلوا إليها، وشكلوا جسوراً مدنية وإنسانية استطاعت أن تحمي الدولة الحديثة في لبنان خلال السنوات العشر الماضية رغم كل الأحداث والتداعيات. من هنا فأنني أتمنى أن يسعى مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، للعمل مع منظمة اليونسكو والأليكسو والأسيسكو ومع الدول المانحة والصناديق الإنمائية العربية والدولية والمنظمات الأهلية المتخصصة في التربية والتعليم والثقافة،
ومع ممثلي دول التحالف العربي والإقليمي والدولي لاستحداث صندوق تنموي تربوي يعنى بحماية لاستحداث صندوق تنموي تربوي يعنى بحماية التنوع الديني والثقافي في سوريا والعراق والدول المستضيفة للإخوة اللاجئين السوريين والعراقيين على أساس خطة تربوية ثقافية أخلاقية لمواجهة التحديات الخطيرة التي قد تنتج عن تطورات هذا النزاع وتعاظم التطرف والعنف بين الجماعات الدينية والثقافية. أشكر معالي الأمين العام الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر ومجلس إدارة مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات على هذه الدعوة الكريمة، وأتمنى أن أكون قد ساهمت بشيء ولو قليل من أجل تحقيق هذه الغاية النبيلة. شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.